يعني نبقى هام كده. محمد يوسف خطف الجماهير، الفنان محمد يوسف متألق 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 أو قدام حضراتكم خطف الناس، مشاهد تبدو قليلة خطفت الناس. الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى من عليه وأعطاه موهبة خاطفة قادرة على اختطاف عين المشاهد، وقدم لك خفة ظل مهولة مهولة من غير أي مبالغة والله العظيم. دي شخصية صهبان رفيق وصديق عمر الخيام في مسلسل الحشاشين. معانا على التليفون المتألق جدا قوي خالص محمد يوسف. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ يوسف؟ كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد كله مع بعض. الله اكرم عليك وكل سنة وحضرتك طيب يا رب، انت والسادة المشاهدين كلهم. ربنا يحفظك يا رب. اغرب سؤال هيتسأل لك في برنامج، انت عندك كم سنة؟ هقول لك. انا عندي 40 سنة. 40 سنة. ما انا اصلا ليه بقى دايما انا احب اسال عندنا كم سنه، علشان خاطر والله انا عندي كده اعتبارات اكبر مني ب10 سنين، وانت طالع اقول له استاذ، طالع من قدي اصغر مني شويه يبقى في نفس الجيل، يبقى هيقول لي يا يوسف واقول له يا محمد وابقى مبسوط. يا ربنا يخليك يا رب يا فندم. يا رب يخليك من غير يا فندم بقى يوسف، الله يخليك الله يبارك لك. اولا الف مليون مبروك على زي ما بقول لك كده الدور الذي خطف الجماهير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب يا يوسف، وبجد ده كرم ربنا بعد اجتهاد، لان احنا يعني بجد ما بين اصابات، ما بين وقع من على خيول، ما بين حد مثلا يرفسه خيل في التصوير. طبعا يعني كل اجسامنا طبعا، وفي اللي اتخيط حاجبه زي سامش. لا كتير جدا، اصابات كتير. يا جماعه انتوا كنتوا بتمثلوا ولا بتحاربوا بجد ولا ايه؟ ما هو الخيل مش متعود مثلا ان هو يشوف سيف جنبه او حد بيتخانق جنبه او نار ولعه جنبه. أيوة. فالحاجات دي بتحتاج نوعيه معينه من الخيل، فعشان توفر العدد ده كله، وده طبعا يعني صعب. فدي خيل حبوبه مش بتاعه معارك بجد يعني. ده حقيقي. ده حقيقي. وفي نفس الوقت يعني بجد انا يعني اكتر من كلمه فرحان، مش عارف فرحانين اكتر. ده خليني اسالك سؤال يا محمد، وارجوك يعني لو 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 السؤال ده ممكن يضايقك قول لي برضه، يعني انت كنت فين؟ انا كنت انا بادئ من مسلسل الدالي مع استاذ نور الشريف، دور ابنه حسام الدالي. ايه ده؟ وبعد كده عملت، ايوه بالظبط، وبعد كده عملت مسلسلات كتير. بعد كده جت البدايه مع دكتور بيتر ميمي في الاختيار واحد، كنت دور ابو عمير التكفيري قاتل المنسي. عرفتك، كنت بتكلم لهجه شامي. ده انت ده انت مفتري. ده انت مفتري. طب انا عايز اقول لك ان انا متصور ان انت في الدور ده وقتها ان انت فنان سوري. لا والله مصري. ربنا يخليك مصري. بس هو الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد، دي ملكة من زمان، حكاية اللكنات واللهجات دي كنا بنتدرب عليها في المعهد العالي للفنون المسرحية مع دكاترة كتيرة. طبعا دكتور، طبعا دكتور سامي عبد الحليم ربنا يديله الصحة، دكتور سامي صلاح الله يرحمه، دكتورة نجاة علي في الإلقاء. يعني في أسامي كده ربطنا على الحاجات دي، وفي نفس الوقت أنا متعود إن أنا أغير شكلي في كل دور. ده بقى سؤال، وانت بتعمل الدور بتاع صهبان انت اشتغلت على ايه؟ عشان احنا كلنا لاحظنا شويه حاجات بس انا مش هقول لك عليها، يعني انا بعامل نفسي لئيم، بس عايز اسمع منك انت اشتغلت على ايه في دور صهبان البلان. دور صهبان البلان ده المشكله معايا في نفس الوقت هو ايه اللي جابه وسط الناس دي كلها، يعني هو لون مختلف تماما عن باليت المسلسل. سواء من القتله اللي هم جماعه الحشاشين، هو مش منهم، مش منهم. من السلجوقيين اللي هم الطرف المحارب، لا. من العلماء، لا. هو واحد من عامه الشعب، جاهل امي، واحد بلان بيحمي الناس. فطبعا اول حاجه خالص اعرف مهنه البلان دي ايه، فرحت اقدم حمام في مصر. وهو الحمام كده في منطقه ما يعني قديمه جدا في مصر، وده اللي طلع عليه المثل الشعب الشهير اللي اختشوا ماتوا. رحت الحمام ده 4 مرات عشان اعرف ايه مهنه البلان دي وبيعمل ايه، ويعني ان هو تكييس وتليف ومش عارف ايه والحاجات،
والبخار والمقص السخن والمقص الساقع. ده اول حاجه خلاص عشان نعرف المهنه دي عامله ازاي. حلو. بعد كده الحد الجاهل ده لما يلتقي بشخصيه زي العالم عمر الخيام لازم يبان في تدني لغوي ما بينهم، لغتهم مش واحده. وبيجد صعوبه في كل كلمه بيقولها عمر الخيام. وطبعا العاتق والمسؤوليه اللي دكتور بيتر وثق فيا فيها فكره ان اللاين ده ما ينفعش ان هو يبقى تافه، يا اما الناس تتقبله عشان خاطر العمق الفلسفي اللي في شخصيه عمر يخف شويه ويبقى ده مكان المشاهد في الحاجات العميقه اللي بتتقال سواء رباعيات للخيام أو أو, او 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 حاجات في الفلسفه اللي يفسرها هو صعبان بتفكيره الساذج. بتفكيره كرجل من العامه. نعم. من العوام زي ما بيتقال. صح. المشيه بتاعتك دي انا في رايي متعمده، انت قاصد تمشي بالطريقه دي، يعني تمشي حادف نفسك لقدام، توطي بكتفك شويتين، لانه ده جزء من 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 التركيبه بتاعه البلان الذي يحمم الناس، هو طول الوقت منحني على الناس. بالظبط يا فندم، وفي نفس الوقت هو خطواته قصيره عشان ما يتزحلقش، عشان بالزبط. هو واخد ان هو يمشي على رخام. صح. وبيبقى في الارض فيه صابون، فهو فيه حذر دائم وهو ماشي. صح. فهو لازم يعمل كده، وفي نفس الوقت هو الفكره كلها حتى اللوك اللي هو بتاع اللوك الاقرع ده اللي بصراحه يعني السبب فيه هو دكتور بيتر، هو اللي قال انا عايز لوك مختلف. فهو فعليا الناس دي شعرها يا اما بيكونوا حالقين خالص يا اما بيكونوا قرع من بخار الميه وبخار الميه والصابون ومش عارف بالزبط. ايه اللي صح 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 بالظبط. صح. انا قلت لك انت مفتري والله العظيم. ربنا يخليك يا رب. انت محمد يوسف الذي افترى علينا بقى، يعني بالاداء الرائع ده. محمد بجد 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 انا هبقى سعيد جدا 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 انك تنورنا. ربنا يخليك. فارجو انك تنورني. ده شرف لينا طبعا. لا ده انا اللي اتشرف بجد والله العظيم. ربنا يخليك يا رب. لا ربنا يخليك. نورتني وشرفتني بالمكالمه، وانا هستاذن ان احنا ننسق معاك ميعاد تنورنا وتشرفنا باللقاء داخل الاستوديو، ابقى مبسوط وفرحان على الاخر. والله ده على دماغي، بس طبعا لا. انا دماغي مش قرع دلوقتي، انا طلع لي شعر. خلاص تمام. عدنا الى العود الاحمد. الحمد لله والشكر لله. اشكرك جدا يا محمد، نورت وشرفت، والف مليون مبروك على هذا الاداء وهذا المسلسل وهذا التالق.